طيب معنا تليفون مع الاستاذ محمد ابو الوفا عضو اتحاد كره القدم. برحب بحضرتك يا استاذ محمد. عمور ازاي عمر حبيبي اخبارك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ مساء الخير عليك يا حبيبي. مشرفني ومنورني طبعا على قناه الاهلي. الله يخليك حبيبي. الله يخليك عمور. يعني تقييم حضرتك للفتره السابقه للمنتخب الوطني، يعني ما حصلش نصيب، خرجنا بشكل ما كناش حابين ان احنا نخرج بيه، لكن ظروف التواجد في كأس العالم بعد 28 سنة أدت إلى هذا الخروج. تمام يا حبيبي، كلامك مظبوط 100%. كنا بنتمنى إن احنا نؤدي أفضل من كده شوية طبعا، وكنا بنتمنى إن احنا نفرح الناس، وعلى الأقل يعني حتى لو ما صعدناش لدور 16 نؤدي أداء أفضل من اللي احنا أديناه. بس اللي أنا عايز أقوله وأكد عليه إني أنا عن نفسي راضي تماما عن أداء مجلس إدارة اتحاد الكرة وتعامله مع ملف الفريق الأول وكأس العالم سواء من حيث. طيب الاتصال اتقطع، أكيد هيعود لينا من جديد الأستاذ محمد أبو الوفا عضو مجلس اتحاد كرة القدم. هنكمل معاه وهنعرف الفترة اللي جاية إيه اللي ممكن يحصل في اتحاد كرة القدم من حيث ترشيح المدير الفني للمنتخب وأيضا الجهاز المعاون، وإزاي اتحاد الكرة بيفكر في الخريطه الجديده اللي ليها علاقه بالمنتخب الاول وايضا بالمنتخب الاولمبي ومنتخبات الشباب. مهم جدا احكي لكم حكايه سريعه جدا على المنتخب، بما اننا بنتكلم على منتخب مصر. المانيا بعد ما خرجت من يورو 2000، بعد ما خرجت بالشكل المهين اللي خرجت بيه زي كاس العالم 2018 في المركز الاخير، كان عندها يعني تاثر كبير جدا بالنتائج وبالاعمار السنيه. لكن نرجع للاستاذ محمد تاني على التليفون ونكمل مع حضرتك الكلام. اتفضل يا استاذ محمد. عمور انا كنت بتكلم والله والخط فصل مش عارف. لا ولا يهم حضرتك، اتفضل. بس فبقول لحضرتك ان طبعا احنا كان نفسنا ان احنا نادي اداء افضل من كده شويه، ولكن زي ما قلت لحضرتك ان دورنا احنا كمجلس اداره. طبعا انا يعني كل اللغط اللي حصل في فتره ما كنا في روسيا والاشاعات اللي كل يوم تطلع والكلام اللي زايد عن الحد، طبعا احنا كلنا كنا هناك منزعجين جدا منه، وبنقول ايه اللي بيحصل ده والناس دي بتجيب الكلام ده منين، سواء فيما يخص الفنانين او المشاكل اللي كانت بتحصل في المنتخب او غيره. كل الكلام ده كان على الميديا عندنا بس وفي وسائل الاعلام، انما المعسكر كان ماشي بشكل في منتهى الانتظام وفي منتهى الدقه، وكان مجلس الاداره كله موجود وما كانش في اي شيء ولا اي تجاوزات حصلت باستثناء حاجات بسيطه اللي هي شويه التسجيلات وغيره. طيب انا هاخد حضرتك لملف المدير الفني اللي اكيد يعني سؤال الشارع المصري، مين هو المتولي ملف مدير فني منتخب مصر القادم؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، مين الاسامي اللي مطروحه على الساحه من حيث الاسماء؟ اكيد الشعب المصري يعني يتمنى واحد زي رينارد، واحد نجح في الكرة الأفريقية مع منتخب زامبيا، مع منتخب كوتيفوار، مع منتخب المغرب. فبالتالي عايز أعرف من حضرتك مين هو اللي متولي الملف المدير الفني ومين الأسماء المرشحة؟ والله طبعا المتولي ملف المدير الفني هو زمايلنا في اللجنة الفنية كابتن حازم إمام وكابتن مجدي عبد الغني، ومعاهم الدكتور محمود سعد، وهم عاكفين حاليا طبعا. لينار طبعا مش هينفع ابدا لانه مرتبط مع المغرب ومع منتخب المغرب. تمام. ولكن ان شاء الله احنا هنعلن عن اسم المدير الفني بعد التعاقد معاه، مش قبل كده ابدا. هل مارفيك وكاروش فعلا مرشحين ولا كل دي حضرتك يعني اجتهادات صحفيه؟ في زمايلنا شغالين، واحنا اقرب فرصه ان شاء الله هنعلن عن اسم المدير الفني. استاذ محمد، عايز اسال حضرتك عن الجواب اللي وصل لاتحاد كره القدم، بيسال فيه عن توضيح اسباب عدم حضور محمد صلاح للمؤتمر الخاص بمباراه مصر والسعوديه، كونه مان اوف ذا ماتش او افضل رجل في المباراه ومحمد صلاح تغيب عن المؤتمر. ما عنديش فكره والله عن الجواب ده، ما اعتقدش ان الجواب ده هو كان الفيفا خبر بيقول ان الفيفا بيستفسر من اتحاد كره القدم المصري عن عدم حضور محمد صلاح المؤتمر الصحفي الاخير، وبالتالي عشان كده بسال حضرتك كونك معايا على التليفون. لا لا لا، ما فيش حاجه، الكلام ده وصل في الاتحاد المصري، ما فيش جواب زي كده وصل عندنا، لو كان وصل الجواب ده انا كنت شفته او عارف. طبعا. طيب يا استاذ محمد بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معايا.